اوكي، دلوقتي هنبدأ ناخد مع بعض، هنكمل شرح يونت 4، والنهارده هناخد جزء الجرامر فيها. هو طويل شوية بس إن شاء الله يكون سهل. طيب، أول جزء عندنا سهل جدا، بيقول لنا هنا kinds of sentences. فاكرين لما كنا شرحنا الفرق ما بين السنتنس والكلوز؟ فاكرين الكلام ده؟ وقلنا الكلوز هي جزء من جملة أكبر أو جزء من السنتنس، بس بيبقى فيه subject وفيه verb، ولكن هو ما بيبقاش مكتمل لوحده، بيبقى جزء من جملة أكبر. طيب يا ترى بقى إيه عندنا، إيه أنواع ال sentences اللي عندنا في الإنجليش؟ أول نوع بيقول لنا simple sentence، الجمل البسيطة. بيقول لنا simple sentence has one subject، فيها فاعل واحد بس، one verb وفيها verb واحد بس، and it tells one piece of information، وبتقول لنا معلومة واحدة صغيرة. For example، الجملة دي simple sentence. I went to school yesterday. أنا رحت المدرسة امبارح. ديت simple sentence، جملة بسيطة. عندي نوعين تانيين من الجمل. واحدة اسمها الـ compound sentence، يعني الجملة المركبة، والـ complex sentence، يعني الجملة المعقدة. تعالوا نشوف الفرق ما بينهم. بيقول لنا الـ compound sentence المركبة، بيقول لنا بتبقى two or more simple sentences joined together، يعني هي بتبقى جملة طويلة متكونة من جملتين صغيرين بيبقوا simple sentence، أو إحنا ممكن نديها اسم تاني اللي هو الكلوز. تمام؟ زي إيه مثلا كده؟ I went to school yesterday، رحت المدرسة امبارح، but I forgot my bag there، لكن نسيت شنطتي هناك. آدي دي جملة واحدة، أوكي؟ بنسميها compound sentence لأنها متكونة من جملتين أبسط، اللي هي I went to school yesterday، I forgot my bag there. حد كده مفهوم؟ تمام. طيب، أمال إيه بقى الجملة المعقدة؟ ال complex sentence. بيقول لنا ال complex sentence has a main clause، فيها جزء clause أو جملة رئيسية، and at least، وعلى الأقل خالص، one subordinate clause، جملة تانية داعمة، أو بنقول عليها غير مكتملة، مش رئيسية يعني، بتساعد الجملة الأولانية. وخد بالك بيقول لنا ال subordinate clause، الجملة ال subordinate دي has a verb، فيها فعل، but it doesn't make sense by itself، ولكنها ما بتدينيش معنى لوحدها. يعني الجمل المين كلوز اقدر اقطعها من الجمله الكبيره وتبقى جمله مكتمله المعنى، لكن السبورتنيت كلوز دي لو خدتها من الجمله لوحدها مش هتديني معنى مكتمل. تمام؟ هناخد مثال بس نقرا الحته دي. بيقول لنا one example of a subordinate clause، من امثله الجمل السبورتنيت اللي هي بتساند الجمله الثانيه وما ينفعش تقف لوحدها، اللي هي الريلاتيف كلوز، اللي هي جمله الوصل. فاكرينها اللي بتبدأ بإيه؟ بهو or that or which or where، كل دي بنسميهم relative clause. ال relative clause دي بتبقى نوعها subordinate clause، لأن ما تنفعش تقف لوحدها وتديني معنى مكتمل، لازم يبقى معاها جملة تانية main clause تفهمني المعنى. الكونكشن بدأ يبوظ تاني. لا فعلا. طيب، الحمد لله، ماشي. بيقول لنا it gives extra information، الجملة السبورتينيت دي بتديني معلومة زيادة about a part of the main clause، عن حتة في الجملة الرئيسية. تعالوا نشوف المثال ده واحنا هنفهم أكتر. بيقول لنا they won the match، هما فازوا بالماتش. بيقول لنا لحد كده دي main clause، لأن أقدر أخد دي كده وتديني معنى لوحدها، هما فازوا بالماتش. طب السبورتينيت بيقول لنا because they played well، لأن هما لعبوا كويس. هل ينفع لو انا قلت لكم لان هما لعبوا كويس كده تفهموا الكلام؟ بعيدا عن لا جزء الجمله الاولانيه، لان هما لعبوا كويس، هما مين اللي لعبوا كويس؟ وايه لانهم؟ لانهم ايه؟ ايه اللي حصل لانهم؟ فالجزء الثاني ده بنسميه subordinate clause. تمام؟ مثال كمان بيقول لنا this building has sorry this building was constructed by the king، المبنى ده انشئ بواسطه الملك. حد كده دي main clause، المعنى مكتمل. Who died last year؟ لو أنا خدت الجملة التانية دي وقلت لكم إيه اللي مات السنة اللي فاتت؟ هل ينفع دي تبقى جملة لوحدها؟ هو مين اللي مات السنة اللي فاتت؟ الكلام مش هيبقى مفهوم.
فعشان دي اللي بنسميها relative clause، جملة الوصل، لأن بدأ بضمير وصل أهو who died last year. يبقى تاني دي بنسميها complex sentence، معقدة، لأن فيها one main clause جملة رئيسية، والجملة ال subordinate clause اللي ما ينفعش تقف لوحدها، لأن لو قلتها لوحدها المعنى مش هيبقى مفهوم. خد كده أنواع الجمل مفهومة؟ طيب نروح بقى على الجزء التاني، هو شوية مش أصعب ولا حاجة بس هو محتاج تركيز. عندنا حاجة في الإنجليش اسمها direct and indirect speech، يعني الكلام المباشر والغير مباشر، أو ممكن نقول على الغير مباشر له اسم تاني اللي هو reported speech، الكلام التقريري، اللي هو كأني بكتب تقرير فلان قال فلان عمل وهكذا، يبقى direct and indirect. طيب خلونا نبدأ بالreported statement. إزاي أعمل جملة خبرية في شكل الindirect؟ الأول بيفرق لنا ما بين نوعين الكلام، إيه هو الdirect speech وإيه هو الindirect speech. بيقول لنا سوي بيقول لنا الdirect speech الكلام المباشر هو the exact words، هو الكلام اللي اتقال أو الكلمات بالظبط of the speaker between a quotation marks، لازم يتحط الكلام المباشر between quotation marks اللي هم دول، أو اللي احنا ممكن بنسميهم ال speech marks، علامات الترقيم بتاعة الكلام المباشر، كلام كأنه سجلته وعشان كده بحطه ما بين ال quotation marks. ده النوع الأولاني من الكلام اللي هو اللي اسمه إيه؟ اسمه direct speech. تمام؟ تمام. طيب النوع الثاني اللي هو ال indirect أو ممكن نسميه reported. تمام؟ بيقول لنا the meaning of words، هو ده معنى الكلام، ما بيبقاش نفسه، مش كأني مسجله ولا حاجة، لا هو باخد معنى الكلام of the speaker without quotation marks، بدون ما أحط له أو بدون ما أحطه ما بين ال quotation marks. مدينا مثالين اهو، الجملة الأولى طبعا دي direct speech، وعرفت طبعا أهم ما يميزها اللي هو ال speech marks أو ال quotation marks. بيقول لنا في المثال he said، هو قال I go to school with my brother، أنا بروح المدرسة مع أخي. ده الكلام ال direct زي ما قالوا بالظبط. أحوله ال indirect إزاي؟ بقت الجملة بالشكل ده. هو هنا هنشوف المثال ولكن هنعرف خطوات التحويل بعد كده. بيقول لنا he said that، هو قال إنه هو ذهب إلى المدرسة مع أخوه. هنا أنا خدت الميننج بتاع الكلام اللي كان مباشر في الجملة ده وحولته إلى indirect وغيرت الضمائر والأفعال وهكذا. طب أعمل التحويل ده إزاي؟ قال لك to change into indirect there must be some change، لازم نعمل شوية تغييرات. أول تغيير عندي لازم أعمله اللي هو إيه؟ الـ introductory verb، الفعل الاستهلالي، أو اللي إحنا بنقوله في العربي اللي هو فعل القول، اللي هو بيبقى الجزء الأولاني قبل الـ speech marks. بيقول لك لو الفعل ده كان said بتحوله في الـ indirect إلى said، ولكن لو كان said to فلان بحوله إلى told فلان. وطبعا told هنا لازم يجي وراها followed by an object، لازم يجي وراها مفعول به. حد كده مفهوم؟ طيب يبقى فعل القول عرفنا بتحاول ازاي. تاني خطوة عندنا بيقول لك the quotation marks، علامات ال quotation marks دي بعمل فيها ايه؟ اللي هم دول اللي بيبقى الكلام ما بينهم. بيقول لك are crossed out، يعني ايه crossed out؟ يعني بحذفهم. and that can be used، وبحط مكانهم that. يبقى الخطوة التانية بحذف علامات ال quotation marks وبحط that، طبعا لو كان الكلام اللي ما بين ال quotation marks دي جملة خبرية، زي مثلا المثال اللي كده I go to school، دي جملة خبرية، فأنا بربط جملة القول بالكلام اللي ما بين ال quotation marks بربط بذات. بعد كده بيقول لك pronouns and possessives must agree with the changes، ضمائر الفاعل أو ضمائر الملكية جوه الجملة زي هنا كده لازم تتغير أو تتوافق مع التغييرات الجديدة. يعني هنا ضمير I مش هيفضل I،
هيرجع للفعل اللي هو مين اللي اي اللي هو اللي بيتكلم، هو قال يبقى هو قال انه هو، تمام؟ تمام. رابع حاجة لازم أعملها اللي هو زمن الجملة اللي كانت ما بين الأقواس أو ما بين الكوتيشن ماركس لازم بغيره. بغيره إزاي؟ عند الجدول ده بيبين لنا طريقة التغيير أو قاعدة التغيير. بيقول لنا أول حاجة لو كان زمن الجملة عندك اللي ما بين الأقواس كان زمانها present simple، بحول زمن الكلام بعد ما أشيل الأقواس إلى past simple. زي المثال حالة read the first example في الدايركت، ومحمد هيقرأ بعد ما تحول إلى reported or indirect. He likes hip hop, she said. محمد He is listening to the new CD, she said. لا يا محمد، أنا قولي طالب منك الريبورت. نفس الجملة اللي قريتها حالا بس بعد ما تحولت She إلى said he liked hip hop. أوكي. She said that he liked hip hop. واخدين بالنا إن likes ال present simple بقت liked في ال past simple. طيب لو كان زمن الكلام بين الأقواس present continuous هيتحول إلى past continuous. حالا read please. He is listening to his new CD. اوكي اوكي محمد، She said that he was listening to his new CD. شفنا is listening ال present continuous بقت was listening past continuous. لو كان الزمن عندي present perfect simple هيتحول إلى past perfect simple. اوكي نقرأ. They have bought a new CD, she said. محمد She said that they had bought a new CD. جميل جدا. She been... طيب لو كان زمن الكلام present perfect continuous هيتحول إلى past perfect continuous. read حالا. they have been They have been recording all day, he said. محمد She said that they had been recording all day. جميل. طب هنكمل. طيب لو كان الجملة اللي عندي ما بين الأقواس في الباست سيمبل هحولها إلى باست بيرفكت. ريت حالا. He was reading about emails, she said. He watched a film on TV, she said. محمد بسرعة شوية. She said that. She said that he had watched a film on TV. اوكي شفنا هنا ال past simple بقى هنا أنا past. قريت اللي تحتها. طيب اوكي ما انا اخدت بالي بقت past perfect. طيب لو كانت الجملة past continuous هتتحول إلى past perfect continuous. read حلقة again. He was reading about MS, he said. محمد He said, ايوه, he said that he had been reading about limbs. اوكي كده الأزمنة تقريبا خلصت. عندنا بقى المودل فيربس. لو كان عندي كان اللي بيجي وراه انفينيتيف فيرب هتتحول إلى كود الماضي بتاعها ويجي برضو وراه انفينيتيف فيرب. ريت حالا. Jana can play the piano, she said. محمد She said that Jane could play the piano. اوكي
لو كان عندي الموديل فيرب may هيتحول إلى might. read He may come to the concert, she said. She said that he might come to the concert. جميل، نكمل. طيب نعم، He wants the tickets, she said. طيب ثواني، بيقول لنا لو كان عندي المودل فيرب بتاعي ماست، احنا ماست في الانجليش ملهاش باست، ملهاش ماضي، بس ماست احنا عارفينها ايكوال هاف تو. هاف تو اقدر اجيب لها المودل بتاعها اللي هو ايه؟ هاد تو، فاحنا بنمشيها ان ماست الماضي بتاعها هاد تو. ريد حالها بليز. هو احنا قلنا ماي وماي اه قلنا he must collect the tickets she said she said that he had to collect the tickets later اوكي، عندي well الماضي بتاعها حولها الماضي بتاعها اللي هو يبقى would. read they will never like opera she opera. said opera opera محمد. she said that they would never like opera. تمام، فهمنا الخطوة الرابعة في التحويل من دايركت إلى اندايركت. قلنا 4 خطوات، من الخطوة الرابعة فيهم اللي هي تحويل زمن الجملة الخبرية اللي كانت ما بين الكوتيشن ماركس وإزاي بحولها. بيقول لنا ملحوظة صغيرة كده، بيقول لنا we don't change the tense when the sentence express facts، يعني لو الجملة اللي ما بين الأقواس كانت بتعبر عن حقيقة يبقى مش هغيرها، مش هحولها للماضي بتاع الزمن بتاعها. For example بيقول لنا the earth goes round the sun، الأرض بتلف حوالين الشمس. طبعا this is a fact said our teacher، قال معلم. أحولها إلى indirect أقول our teacher said that، وهنا ناخد بالنا إن الجملة زي ما هي ما غيرش زمانها إلى الباست منها. the earth goes round the sun، يبقى لو كانت الجملة اللي ما بين ال speech marks أو ال quotation marks بتعبر عن حقيقة علمية غالبا مش هنغيرها، مش هرفع زمانها للماضي. اوكي، بيقول لنا كمان في ملحوظة كمان، بيقول لنا ان في بعض الأزمنة مش بنغيرها خالص لان مفيش اصلا اعلى منها. بيقول لنا the following tenses and words don't change in reported speech، احنا لو خدنا بالنا من الجدول اللي فات كان كل الأزمنة في البريزنت بتتحول للباست من نفس الزمن، مش كده؟ معايا؟ ممكن ما نقفلش المايكات لو سمحت؟ ماشي طيب شفنا كل الأزمنة في البريزنت بتتحول للباست من نفس النوع الزمن بتاعها، ما عدا الباست سيمبل ده اللي بيتحول للباست بيرفكت. طيب هو في حاجة أعلى من الباست بيرفكت؟ قال لك لا. فعشان كده لاحظوا معايا كل الأزمنة اللي جاية دي كلها ما فيش أعلى منها، كلها البيرفكت أو الباست بيرفكت هو أعلى حاجة عندي، ما فيش حاجة أقدر أحولها بعد منه. فهنلاقي الباست بيرفكت سيمبل لو الجملة في الدايركت في الزمن ده مش هحولها لنفس الزمن لان مفيش اعلى منها. الباست بيرفكت كونتينوس نفس الشيء. عندي وود، ما هي وود اصلا في الماضي مفيش اعلى من وود. وكود ومايت وشود وought to ويوز تو هاد بيتر ومسنت اند ماست. ناخد بالنا من مسنت اند ماست دي، بيقول لنا when they refer to deduction، لما بيعبروا عن استنتاج، مش زي ماست اللي احنا حولناها لهاد تو. تمام، لو هنا must او mustn't بتعبر عن الالزام هحولها للباست بتاعها اللي هو had to، ولكن لما mustn't و must بيستخدموا عشان to refer to deduction بيعبر عن استنتاج، في الحالة دي مش هغيرهم وهيفضلوا زي ما هم. طيب نكمل. آخر حتة يعني هي
بيقول هنا بقى الادفيربس اللي هي الظروف اللي بتقابلنا في الكلام بتاعنا لازم تتغير للشكل التاني. انا مش هقرا الاكزامبلز عشان الوقت، انا هقرا بس الكلمه زي كلمه ناو الان، لو هي موجوده في الجمله بتاعتي في الدايركت سبيتش هقلبها الى then لما اجي احول الكلام الى ريبورت سبيتش. يبقى ناو تحول الى ايه؟ ناو تحول إلى then. انتوا بتروحوا فين؟ سامعيني ولا لأ؟ طب مش بتردوا عليا ليه؟ طيب today، طيب ماشي، كلمة today اللي هي اليوم تحول إلى that day، ذاك أو ذاك اليوم. tonight هذه الليلة تحول إلى that night. عندي كمان كلمة yesterday بنقلبها إلى the previous day، يعني مستر شفت بس عاد بقول فجأة الصوت بيقطع. هو ساعات بيروح فجأة عشان كده مش بنرد. طيب سوري معلش مش عارف المشكلة فين. طيب كلمة yesterday لو الصوت قطع وانتوا حسيتوني غبت اكيد انا ما مشيتش يعني، فانتوا اتكلموا او ادوني اي اشارة يعني. طيب كلمة yesterday بنقلبها الى the previous day، يعني اليوم السابق، او the day before اليوم اللي قبل كده. last week or last month اي حاجة من الحاجات دي بقلب كلمة last الى the previous، the previous week الاسبوع السابق، the previous month الشهر السابق، او ممكن اقول the week before or the month before. عندي كمان كلمة tomorrow من أشهر الكلمات اللي بتقابلنا اللي هو بكرة أو غدا، بقلبها إلى the next day اليوم التالي، or the following day اليوم التالي برضه. طيب next week or next month بقلبها إلى the following week or the following month. طيب أسماء الإشارة اللي هي this للمفرد or this للجمع بقى اللي هما دولت للقريب بقلبهم للبعيد من نفس النوع، يعني this هقلبها إلى that، these هقلبها إلى those. كلمة ago زي ما بقول مثلا 2 weeks ago يعني منذ أسبوعين بقلبها إلى before، هقلبها إلى 2 weeks before. تمام. تمام. at the moment في الوقت في أو في هذه اللحظة بقلبها إلى at that moment في تلك اللحظة. كلمة here هنا بقلبها إلى there هناك. كل دي adverbs لازم أخد بالي منها لما باجي أحول الجمل. مدينا بقى أمثلة لطريقة التحويل، نركز بقى وناخد بالنا من الأرقام دي علشان هنشوف هنعملها إزاي. الجملة هو بادئ هنا جملتي بالدايركت سبيتش I'm the oldest one here، أنا أكبر واحد هنا. says علي to his team، قال علي إلى فريقه. ناخد بالنا إن الفعل القولي هنا في البريزنت ولا الباست، says هنا بريزنت ولا باست. says هنا طبعا ده في البريزنت. بريزنت اوكي ناخد بالنا لما يبقى فعل القول في البريزنت ما بغيرش زمن الكلام اللي ما بين الاقواس خالص، ما برفعوش درجة زي ما احنا ما بنعمل لو كان فعل القول في الماضي. طيب باخد بقى هنا says علي، علي ده رقم واحد اللي هبدأ بيه، او علي says to قال الى فريقه بقلبها الى tells his team. اوكي وبعد كده بشيل الكوتيشن ماركس او واربط بالذات، او ممكن ما استخدمهاش، هي ذات يا اما استخدمها يا اما لا عادي. هنا ما استخدمش ذات، وبعد كده حول I am بقت ايه؟ He is the oldest one here، هنا بقت there. المثال الثاني I bought a book، اشتريت كتاب for you yesterday من اجلك بالامس. ده الكلام يا سهى بنادي عليها هنا. said mom قالت الأم.
طبعا لما اجي احول الى الريبورتد او الاندايركت هبدا من هنا اقول مام. طبعا الاسم اللي هنا ده لما باجي احول الى اندايركت بطلعه بره وبحطه في جملة القول، فعشان كده هنقول مام. المفروض مام said to سهى، هقلبها الى مام told سهى that I bought بقت she had bought، لان الجملة في الباست سيمبل حولناها الى الباست بيرفكت. I had bought a book for you اللي هي سهى، طبعا تتقلب الى here. كلمة yesterday هنقلبها الى the day before، اليوم السابق. طيب نكمل، مدينا examples كمان. The teacher said، المعلم قال iron expands when it's heated، لما بيتسخن. طبعا الجملة اللي هنا دي fact عشان كده مش هنغيرها، وهتبقى the teacher said، المعلم قال that. الجملة نفس الزمن اللي فوق، iron expands when it's heated. طب مثال كمان، she said، هي قالت I would buy this dress if I had money، أنا كنت هشتري الفستان ده لو كان معايا فلوس. She said she would buy that dress if she had money. تمام؟ كل اللي غيره هنا الضمائر. طيب ناخد بقى تطبيق ونشوف احنا فهمنا القاعدة ولا لا. محمد read the first sentence. He told me that his brother to London the next day. طبعا احنا زي ما قلنا في التشوز انا بستبعد اللي هو مش صح الاول علشان اقلل اختياراتي. طيب اولا المفروض ان ده indirect، فلازم ماشي كل ماشي جملك او الجملة اللي فكناها كل لازم تكون في الباست. تمام، استبعد لي الحاجات اللي مش في الباست اللي ما ينفعش اصلا، هستبعد مين؟ has traveled has traveled. اوكي، ايه كمان؟ has traveled ماشي، ايه كمان استبعده؟ traveled traveled. ليه؟ travels ده مضارع، انا بقول لك استبعد كل المضارع. طيب يفضل عندي يا محمد would travel و traveled الاثنين. وقال ترافلز بس هو قال ايه؟ ايوه نقول ترافل هو قال ترافلز طيب خلاص، اوكي جود محمد. طيب يبقى عندك اختيارين يا محمد، would travel and traveled، الاثنين ينفعوا. طب اختار منهم فيهم على اي اساس؟ لو ركزت في الجملة بتاعتي يا محمد هلاقي the next day. يعني ايه the next day؟ بكرة يعني بكرة. يعني المفروض كان قبل ما احول للاندايركت كانت الجملة دي tomorrow، يعني حاجة في الفيوتشر. يبقى انهي اختيار اللي هينفع؟ would travel What travel is this is the correct answer. Good محمد. يلا يا حلا number two. the pupils told Mr. Ahmed they ate the lesson they يلا نعمل بنفس الطريقة، نستبعد مين؟ قولي نستبعد مين الأول؟ هنستبعد will understand Yes وهنستبعد can understand can understand، كل ده present. وإيه كمان؟ the people who do not understand كمان، ما هو ده present. understand غلط هتبقى understood understood ده الوحيدة البست هنا، وطبعا الولاد الطلبة قالوا للمستر إن هم فهموا الدرس. طيب محمد نمبر 3. منال told me that she the room then اوكي احنا عندنا can tied can اوكي tidy كان تايدي. اوكي عشان بريزنت. ها ايه كمان؟ will tidy جميل. و was tidying اشيلها دي استبعدها. لا أنا لا الإجابة الإجابة has tidied كمان ده present، ما ينفعش. تمام، يبقى الإجابة الوحيدة اللي بقيالي اللي هي was tidying. ولو عايز تتأكد إن أنت اللي صح
هي كلمة then المفروض كانت قبل ما أحول الجملة إلى الـ indirect كانت now، now الآن يعني present continuous، ففعلا يبقى لما حولنا الـ indirect بقت past continuous. أوكي، حالة آخر جملة. They told me that if they had studied hard, they a higher marks. هنستبعد can get اوكي و will have got. اوكي هتكون would have got. وطبعا will get طبيعي، ده انت استبعدت will have got، يبقى will get كمان تستبعد، يبقى فعلا اجابتي السليمه would have got، طبعا عشان هي ماضي، الكلام indirect هي الماضي الوحيد، وطبعا لو احنا فاكرين قاعده اف هنا، ده المفروض ان ده بي بي او اللي هو الباست بيرفكت، يبقى would have got. اوكي، بس احنا حليناها بدون حتى ما نعرف قاعده اف. طيب خلونا بقى كده خلاص نعدي الجزء ده ونروح على، فالمهم فهمنا القاعده بتاعت الدايركت والاندايركت. طبعا الجزء الباقي بقيه الاسئله دي في الهوم وورك. طيب حالا ممكن هنحل، بس هنحل مثال على rewrite. حالا read number one. رامي said to his sister. رامي قال له أخته I need your help now، أنا عايز أو محتاج مساعدتك الآن. رامي told his sister. رامي told the sister that he رامي told the sister أنا طبعا مش هكتب he الجزء الأولاني، رامي told his sister، هكمل بعده that. أوكي، ربطنا بذات وحذفنا الكوتيشن ماركس، بعد كده أعمل إيه؟ I need your help now. that he أيوه، I تتحول إلى he هنحول فعلا، ال I تبقى he تبقى he that he need، that ده he present simple، أحوله لإيه؟ اسمه نسيت بس سيمبل نفس النوع، تبقى نيد تبقى ايه؟ محمد شارك معانا، نيد تبقى ايه؟ ايه بس هنحولها لفاست ايه فاست سمبل نفس النوع بس سيمبل، بس سوري بريزنت سيمبل بس سيمبل، بريزنت كونتينوس بس كونتينوس، كل حاجة من النوع بتاعها. محمد شارك معانا يا محمد. that he تبقى need needed excellent needed. أيوة needed your help no your you، هو مين اللي your هنا؟ هي أخته، هو محتاج اللي مساعدتها، هي اخته ايوه تبقى إيه؟ your help، her here help، her help. now تتحول إلى إيه؟ وهنحاول ننام then excellent. okay وفول ستوب في الآخر. ماشي محمد، اعمل لنا الجملة التانية. he said to me، انا هكتبها فوقيها عشان ما فيش مكان. محمد he said to me، هو قال لي I can catch a lot of fish، اقدر اصطاد سمك كتير. he told me، هو اخبرني. he told me that سهلة خالص. that he can or that he could برافو، وي كود. catch a lot of fish. جريت، كاتش a lot of fish. تمام، فول ستوب بعد كده. سهلة؟ Yes. طيب، ايه بقية الريرايت هتعمل في الهوم وورك؟ ماشي؟ هو احنا نحول كان لكود صح؟ اه اه طبعا. يا ريت نبقى نذاكر القواعد اللي احنا شرحناها تاني قبل ما نبدأ نحل، عشان ما يبقاش فيه أخطاء. طيب نكمل. اوكي، لسه مخلص في ايه؟ ثواني. لحد هنا الهوم وورك، لحد 15، مش عايز السؤال اللي بعده. طيب، هو في جزء كمان احنا ممكن نخليه، عشان هو تحويل ال reported comments and requests، اللي هو
تحويل الطلب أو الأوامر أو الجمل الأمرية يعني إلى reported speech أو indirect speech. طيب ثواني.